الرحيم. أيها الشعب الليبي العظيم، حياكم الله أينما كنتم. تحية النضال، تحية الكفاح. أريد أن أوجه رسالة إلى أبناء سيد القائد معمر القذافي أينما كانوا. هذه الصورة الآن تتحدث معكم من أرض الواقع وعلى تمام تاريخ اليوم 21/3/2013. فليخسأ الخاسئون. هذه الراية الخضراء سوف تكون خفاقة عالية في الساحة الخضراء بإذن الله تعالى. أحيي كل أمهاتنا في ليبيا، وأحيي كل الأحرار والحرائق، أبناء سيد القائد معمر القذافي. حياكم الله جميعا. لكل الأحرار الصامدين على المبدأ وعلى العهد، هذه الصورة تتحدث معكم بأن الراية الخضراء لا زالت مستمرة ومرفوعة الهامات، وليطمئن الشعب الليبي أنها اليوم رفعت الراية الخضراء وغدا سوف ترفع من الساحة الخضراء بإذن الله تعالى. حياكم الله أينما كنتم. اليوم أعتقد أن تاريخ اليوم 21/3/2013، فنحيي كل الأحرار اللي في تونس وفي مصر وفي الجزائر، تحية كبيرة لهم، وفي كل ربوع العالم واللي في الداخل. أيها الشعب العظيم اللي في الداخل، اللي أنتم صابرين، ولكن نطمنكم اطمئنان تام أن النصر لا محال على هذه الشرادم، حكومة العار التي جلبت لنا كل أنواع الخزي، كل أنواع الخزي سبحان الله، تنظيم القاعدة والفساد الإسرائيلي والشرادم الآن اللي قطعتها في ليبيا الآن أصبحت فوضى عارمة. أحياكم الله أينما كنتم. هذه الراية الخضراء لن تنزل بإذن الله، وستكون رافعة الهامات في الساحة الخضراء. فاطمئنوا أيها الشعب الليبي العظيم. حياكم الله أينما كنتم. تحية العزة والنماء. بارك الله فيكم جميعاً.